بنقول يا رب وبنهتف يا شعب، واحنا عارفين ان ربنا معانا وشعبنا معانا، لاننا مش عاوزين في هذا الوطن الا ما يحقق لشعبنا اللي يستحقوا من عيشة كريمة. برنامجي اهدافه اللي قالها المصريين، عاوزين عدالة اجتماعية هنحققها بالتنمية الشاملة، وعاوزين نظام ديمقراطي يحمي الحرية، وعاوزين استقلال وطني يصون الكرامة. في بنا واحنا هنا في قلب محافظة القليوبية وكل جوارها، في قلب تجمعات رئيسية للفلاحين المصريين، بقول ان برنامجنا هدفه بالنسبة للفلاح المصري هنا وفي كل بحري والصعيد انه يمكن الفلاح المصري انه يعيش بكرامة، ان زرعته تكفيه، انه في اخر الموسم اما يجي يعمل الحسبة ما بين دفع في البذور والتقاوي والكماوي والمبيدات وكل مصاريف الزرعة كام وباع محصوله بكام، يكتشف ان الفرد يقدر يجوز منه بنته ويبني له دور في البيت ويشتري له جلبيتين نضاف ويعيش مش مديون ولا مادت ايده لحد من خير ارض. ده محتاج سياسه جديده، تعاونيات كفئه ديمقراطيه الفلاحين اصحاب القرار فيها، سياسه توفر مستلزمات الانتاج بسعر رخيص، اعلان عن سعر المحصول من قبل ما نبدر بذور المحصول في الغيط، يبقى الفلاح وهو بيبدر زرعته عارف اما ينتج هتتباع بكام، نأمن سعر عادل للمحاصيل الزراعيه. ولما هنقدر، ولما هنقدر ننظم انتاج زراعي يستر الفلاح يضاعف دخل الفلاحين في الاربع سنين الجايه، الفلاح يبقى اللي بيدخل له طاقين، دي خطتنا في برنامجنا. محتاجين عشان نشوف وطن كريم عادل، محتاجين نتبنى مفهوم كاتبينه في برنامجنا عن التنمية الريفية. ايه التنمية الريفية؟ الزراعة مجرد عنصر في التنمية الريفية، لكن انا عاوز العيشة في القرية في مصر تبقى عيشة بيسموها فيها معايير جودة الحياة زي ما بنشوف في بعض البنادر والمدن. محتاجين وعازمين وواثقين في اننا هنحقق تنمية ريفية جادة، مش بس هننهض بالزراعة، لكن عشان الفلاح اللي بيزرع وينتج وهو اصل مصر يعيش في حياة مستمتع فيها بحياته، ما ينفعش، وده بتعانيه قرى كتير جدا في القليوبية، ان احنا ما نلاقيش مية شرب نظيفة في القرى، لابد ان تمتد ميات الشرب النقية النظيفة لكل قرية مصرية في كل وتدخل كل شارع.